السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا وجمهورنا الكريم. مساء رمضاني جميل بجمال يمعتنا في الأفنيوز، البرنامج اللي طلع عليكم ليليا عبر شاشة تلفزيون البحرين. يا هلا ومرحبا فيكم طبعا، وكذلك نرحب بحضورنا جمهور مجمع الأفنيوز في حلقة جديدة من برنامج المسابقات الرمضاني يمعتنا في الأفنيوز اللي فيه العديد من الجوائز القيمة، بالإضافة إلى الجوائز العينية المقدمة من المحلات المشاركة معنا في برنامجنا، وطبعا الجوائز النقدية المقدمة من طيف الإمارات. بمشاركتك تقدر تحصل على الكاش أو يمكن تحصل على جوائز عينية مقدمة من المحلات اللي راح يتم ذكرها بعد قليل. ما عليك إلا تزور مجمع الأفنيوز وقت البرنامج وتاخذ رقم من بوابة الميناء، بوابة رقم 1. طريقة المشاركة في البرنامج جدا سهلة، راح تكون عن طريق سحب على أرقام سعيدين الحظ المتواجدين معنا في المجمع، وأكيد الكل ربحان معنا. وايضا نرحب بزميلتنا دلال العلوي اللي متواجده كذلك في مجمع الأفنيوز. يا هلا ومرحبا فيك دلال، المايك عندك. حياكم الله مشاهدينا في حلقه جديده من يمعتنا في الأفنيوز. طبعا انا اليوم موجوده في ساحه الالعاب الذهنيه، الشطرنج واللودو. يوميا نعطيكم اخبار جديده، يوميا ننقل لكم من قلب الحدث المتسابقين ايش قاعدين يسوون والتحديات اللي بينهم، واحنا لاحظنا انهم متقدمين في مراكز متقدمه وكبيره، واحنا طبعا نتمنى لهم كل التوفيق. ولكن مشاهدينا احب اذكركم ان الجوائز تبدا من الألف دينار حق المستوى الاول، والمركز الثاني راح يكون 700 دينار، والثالث 500 دينار، والمركز الرابع راح يكون 300 دينار. نتمنى لكم كل التوفيق مشاهدينا، خلكم معنا تابعوا تغطيتنا، ونرجع حق زميلي محمد عبد الغفار. وتفضل محمد. شكرا لك دلال. الحين يمكن بنبدا السحب على الارقام للجماهير المتواجده معنا في المجمع، لكن قبل لا نبدا السحب والجوائز الخاصه بالجماهير نحب نشكر مجمع الأفنيوز على رعايته لهذا البرنامج، كذلك ايضا نشكر شركه فعاليات المنتج المنفذ لهذا العمل، وايضا حابين نشكر طيف الامارات على تقديمهم للجوائز النقديه، كذلك محل ريفا على تقديمهم جائزة مسابقة الأفنيوز للزي الشعبي وهي عبارة عن 1000 دينار بحريني، وأيضا نشكر هيئة البحرين للسياحة والمعارض. أما الجوائز العينية للبرنامج فهي مقدمة من المحلات المشاركة معنا في البرنامج وهي هيلتون غاردن إن بحرين باي، بليز أنجلينا، تي كلاب، أصغر علي، ناتشرال بلندز، بيريفوميستا العود، هاوس بوت، ماجيك بلانت، جنيد، جواليروم، مينيسو، سينابون، سما مارت، باتشي كافيه، فايف جايز، ميلانو، العلوي جولري، لومي، واي اس ال، رمسات، يتيم اوبتيكن، ذا بادي شوب، لوكسيتان. طبعا الان نبدا عمليه السحب، لكن كذلك ايضا نشكر لجنه البحرين لرياضه الموروث الشعبي على تقديمها هذه المسابقات المميزه في الأفنيوز. حاليا احنا شاهدنا مع دلال لعبه السجن وكذلك لعبه الشطرنج، وفي جهه اخرى من المجمع راح تغطيها لنا دلال لعبه الام بي اي وكذلك لعبه الفيفا 2022، وعليها جوائز قيمه للمشاركين 1000 دينار للمركز الاول مثل ما سمعنا من اختنا دلال. ولا زال عمليه التسجيل، لا زال باب التسجيل مفتوح لهذه المسابقات في لعبتين السجن ولعبه الام بي اي لحد انتهاء الدور الاول. تقدرون طبعا جمهورنا كمتيون لمجمع الأفنيوز وتسجلون لهذه المسابقات. مسابقات لجنة البحرين لرياضات الموروث الشعبي مو بس تتواجد في مجمع الأفنيوز، كذلك تتواجد في سوق البراحة بديار المحرق مع الأخوان في برنامج السارية حسن محمد ونيلة جناحي، يغطون المسابقات المتواجدة هناك. مسابقات كذلك مميزة في لعبة الدومنة ولعبة الدامة، الكوتبو 6 والهاند وكذلك الكيرم، ومسابقة الطبخ الشعبي، وجوائز قيمة أكثر وأكثر من لجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي. حالياً الآن خلنا نروح حق جمهورنا ونشوف أول المتسابقين اللي راح يطلعون معنا، اللي راح يطلع معنا في مسابقة اليوم. نبدأ السحب، جهزوا أرقامكم وخلكم قراب من الاستديو، إذا الرقم ما طلع راحت فرصتك. فخلنا نسحب على أول أرقام ونشوف من هو سعيد الحظ اللي يطلع معنا في حلقة اليوم. الرقم هو 403. 403 إذا كان موجود معنا. 403. موجود ولا نسحب غيره؟ نسحب غيره؟ نعطيه 5 ثواني. يلا 5 4 3 2
واحد اخر نداء 403 خلاص راحت عليه. خلنا نسحب الرقم الثاني اللي راح يطلع معانا في حلقه اليوم. خلكم قراب من الاستديو لان لو راح الرقم ما راح نرجع له مره ثانيه. ننتقل الان الى الرقم الثاني 356. 356 حياك حياك تفضلي. حياك تفضلي معنا. تستاهلين. سلام رحمة الله تفضلي حياك الله. مبارك عليك الشهر اول شيء. وعليك. نتعرف عليك. سوى الخاجة. حياك الله معنا ما شاء الله كل يوم متواجد هنا قلت اربع مرات. اربع مرات. ان شاء الله دام لك نصيب في الجائزة بتحصلينها. الله. اول شيء شلون اجواء رمضان معك؟ والله زين مرتاحين يعني الحمد لله. نصلي تراويح ودي. رمضان صار احلى الحين يمكن مع يمعاتنا اللي ردت سنتين. انحرمنا من هالجمعات. احسن احسن السنه اخوي. والاجواء حتى الجو تعدل. الحمد لله. رمضان الكل يمكن عنده اجواء وطقوس معينه واشياء يحب يسويها. شنو احلى شيء عندك في رمضان من يعني اللي تحبين تسوينه في تنتظرين رمضان عشانه؟ الطباخ يعني. الطباخ؟ الاطباخ الله يخليك. يعطيك الف عافيه. خلينا ننتقل الان الى المسابقه، عندنا مثل ما تشوفين ان شاء الله اكيد السؤال سهل راح يكون. اكيد يا فعليك السؤال راح يكون سهل بالتاكيد بس احنا عندنا ست بوكسات من رقم واحد الى رقم سته. احنا ما ندري شنو الجائزه الموجوده في كل بوكس وكم قيمتها لكن هذا الشيء راح يكون على اختيارك انت تختارين الرقم ونشوف السؤال. قبل خلينا نخلف السؤال قبل نروح في الجائزه احنا استعيالنا شوي شق احنا براحتك. سؤالك يعني ان شاء الله يكون سهل. تقول ليش تشتهر قريه عالي في مملكه البحرين؟ عاد ما كملت الاختيارات. السؤال الاول الاختيار الاول يقول لك صناعه السفن. الاختيار الثاني يقول لك صناعه الطائرات. السؤال الثالث يقول لك صناعه الفخار. فخار انت جاوبتي قبل لا اقول اصلا. حيوها تستاهل حيوها. الف مبروك فزتي معانا بالجائزه اللي نشوفها مقدمه من مين. اختاري رقم من الارقام الموجوده. رقم خمسه. تفضلي شوي خلينا نشوف جائزتك. رقم خمسة نشوف أول الجوائز الموجودة معانا لهذا اليوم. تفضلي فتحي الظرف وخلنا نشوف. خلي في الكاميرا. فزتي معانا بجائزة عينية جيفت فاوتشر. الجائزة بين 200 إلى 250 دينار من المحلات اللي كلها ذكرناها قبل شوي. عليك بألف عافية يمديك تسوقين حق العيد وإن شاء الله تطلعين معانا في الحلقات الجاية بعد. شكرا لك يعطيك العافية أجمعين إن شاء الله حياك الله. ألف مبروك لأول الفائزين معنا في حلقة اليوم. الجمهور متحمس يبي الفائز الثاني. أرقامكم جاهزة أهم شيء. إحنا قبل أن نسحب على الرقم الثاني خلنا نذكركم مشاهدينا دام الكل موجود يسمعنا بجائزة الزي الشعبي في مسابقة يقدمها مجمع الأفنيوز ومحلات ريفا. عندكم القبة الموجودة بالخلف أي واحد يقدر يصور عندها صورة وينشرها في الانستغرام ويسوي تاج لمجمع الأفنيوز راح يدخل السحب بشكل تلقائي على جائزة قيمتها توصل مجموع الجوائز إلى 1000 دينار كل فئة 250 دينار لكن لازم الصورة تكون بالزي الشعبي. جائزة بسيطة اللي كاشخ يصور وينشر الصورة. الرقم الثاني اللي طلع معانا اليوم 417 موجودة. تفضلي حياك. حياك الله تفضلي. يا مرحبا حياك الله. خلي المايك عندك. مبارك عليك الشهر اول شيء. شلون اجواء رمضان معك؟ الحمد لله بخير. توقعتي تفوزين اليوم معنا؟ لا والله. احنا توقعتي احنا الحين ما اخذنا السؤال احنا. شنو المميز بالنسبه لك في رمضان؟ حلوه اليمعات اللي صارت الحين السنه صح؟ اكيد. الله يبعد عنا الوباء ان شاء الله. ان شاء الله. رفعي المايك شوي عشان يسمعونك كذلك الجمهور. سؤالك راح يكون سهل ان شاء الله. ان شاء الله. غششني عاد. انا اتوقع هالسؤال حتى ما يبي الاختيارات. ان شاء الله. ما هي اول مدرسه نظاميه في البحرين؟ الهدايه الخليفيه. الهدايه. مدرسه الهدايه الخليفيه والف مبروك. حيوها. قلت لك سؤال سهل ما يحتاج حتى اختيارات. لا سهل. مثل ما ذكرنا عندنا ست بوكسات متواجده معنا. البوكس رقم خمسه راح اليوم. خلينا نشيل المفتاح على اساس ما يدود هنا. عندنا واحد واثنين وثلاثه واربعه وسته. أنا نفسي ما أعرف شنو موجود فيه الجائزة النقدية وشنو الموجود فيه الجائزة العينية. الاختيار بالنسبة لك؟ اختاري رقم. رقم اثنين. رقم اثنين، خلينا نشوف الجائزة موجودة في صندوق رقم اثنين، أعتقد أنا قفلته. صندوق رقم اثنين.
تفضلي فتحي الظرف خلينا نشوف جائزتك الموجوده. عطينا المايك عنك. ألف مبروك، كذلك جائزة عينية، ولكن الجائزة العينية كذلك قيمة مقدمة من المحلات اللي ذكرناها قبل شوي بقيمة 250 دينار بحريني. عليك بألف عافية، يمدي تسوقين حق العيد، وكل عام وأنت بخير. بخير، شكرا لك، يعطيكم العافية. طبعا جوائزنا راح تتواصل، وكذلك مشاركينا راح يتواصلون معنا، وعندنا كذلك جوائز مقدمة للجمهور، لكن خلنا ننتقل إلى دلال مرة ثانية ونشوف المنافسات الموجودة عندها من قبل اللجنة البحرينية لرياضة الموروث الشعبي ومنافساتها الرمضانية. نشوف شنو عندش دلال ونرجع للاستديو. يعطيك العافية زميلي محمد، يعني أنا أشوف أن الأجواء حماسية، كل يوم أقولنا الأجواء حماسية، وفعلا يوم بيوم إحنا نشوف المشاهدين يكونون عندنا موجودين هني، ونشوف الفائزين مستنسين بجوائزهم. مشاهدين، أنا حاليا موجودة في ساحة الألعاب الإلكترونية ما بين كرة القدم وكرة السلة، وأحب أذكر أن الفائز الأول راح يحصل على 700 دينار، والفائز الثاني راح يحصل على 500 دينار، والثالث 300 دينار، والرابع وهو الأخير 200 دينار. وحاليا معاي المتسابق محمد جاسم، راح ندردش معاه عن بطولته في هذه اللعبة. مساء الخير. يا أهلا سنور. محمد، متى بديت تلعب هذه اللعبة؟ تقريبا من يوم وانا صغير، يعني ألعبها في البلاي ستيشن، كل عمري 10 سنوات تقريبا كذي. أنا قالوا لي الشباب إنك في، يعني وصلت لمرحلة متقدمة معانا اليوم، وخايفين إنك صراحة تكوش على المركز الأول، فبيعرف شنو التكنيك اللي دائما تستخدمه؟ ما في تكنيك معين، يعني أنا على طول ألعب، يعني متعود على اللعبة، بس يعني ما رأس الموضوع. أول ما شفت الإعلان وشاركت المسابقة، شنو اللي أعطاك الدافع إن أنت تشارك؟ هاي مو أول سنة أشارك في البرامج مال الموروث، هاي ثالث سنة، دائما يعني في رمضان ننتظر الألعاب. كرة السلة في الألعاب الإلكترونية، كرة القدم، والسنة بعد في أتوقع لودو، في حتى الكيرم، الكوت، كل الألعاب. سؤال صريح جداً، مو خايف من المنافسين اللي وياك؟ الحين أول مباراة غلبت، ما يندرى، نشوف إن شاء الله. متفائل؟ بإذن الله إيه. وإحنا متفائلين لك، وإن شاء الله يا رب فالك الفوز وتفوز بالمركز الأول مثل ما قالوا لي الشباب إنك حاط عينك عليها. مشاهدينا طبعا مثل ما شفتوا هذا المتسابق محمد جاسم يتمنى الفوز بالمركز الاول، واحنا نقول له ونقول حق جميع المتسابقين ان شاء الله فالكم الفوز. خلوني انتقل لزميلي محمد عبد الغفار، وعندك الكلمه. شكرا لك دلال. مثل ما شاهدنا منافسات حاميه جدا في الالعاب الالكترونيه، لعبه الفيفا 22 ولعبه الام بي اي 22، كذلك في الالعاب الموجوده بالخلف لعبه السجن ولعبه الشطرنج. مشاركين كثار، مشاركين من كل الفئات، من كل الاعمار، يمكن حتى شفنا مشاركين اجانب شاركوا في بعض اللعبات. لعبه الشطرنج يمكن كانت مثل ما سمعنا من المنظمين انها بتنظيم دولي وبتحكيم دولي، وتدخل في امور التصنيف على مستوى العالم. لعبه السجن بالامس قالوا لنا ان الفرق اللي شاركوا فيها قد لحد الان وصلوا الى 100 فريق، يعني 200 لاعب في هذه اللعبة، ولا زال الباب مفتوح مثل ما ذكرنا انكم تسجلون في هذه اللعبة. لمن يرغب في التسجيل في لعبة السجن يقدر الان ياتي الى المجمع، مجمع الافنيوز، ويسجل في هذه اللعبة ويحصل فرصة للفوز ب 1000 دينار بحريني للمركز الاول، 500 دينار 700 دينار للمركز الثاني، 500 دينار للمركز الثالث، و 300 دينار للمركز الرابع. ايضا لعبة الان بي اي لا زال الباب مفتوح للتسجيل لمن يرغب في التسجيل في دخول هذه المنافسات، بينما لعبه الفيفا اكتمل التسجيل ودخلنا في الادوار النهائيه، هذه لعبه الفيفا حاليا اللي نشاهدها بالاضافه الى لعبه الان بي اي. كذلك في العاب شعبيه اخرى متواجده في ديار المحرق مثل ما ذكرنا، لعبه الكيرم، الهاند، الكوت بوسته، الدامه، الدومنه، ومسابقه الطبخ الشعبي، مسابقات قيمه عليها جوائز قيمه توصل الى 1800 دينار للفائز في المركز الاول. تقدرون تتابعون هذه المسابقات مع زملائي في برنامج الساريه حسن محمد ونيله جناحي يوميا، وراح تستمر هذه المنافسات لغايه نهايه شهر رمضان. خلنا الان ننتقل الى السحب على المتسابق الثالث اللي راح يظهر معانا في حلقه اليوم. جهزوا ارقامكم وخلنا نشوف من سعيد الحظ الثالث اللي راح يكون معانا في هذه الحلقه. هذا هو الرقم اللي طلع معانا، الرقم هو 437. 437، حياك الله، تفضلي. يا مرحبا. حياك، خلي المايك عندك.
كل عام وانت بخير اول شيء، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. شلون اجواء رمضان معك؟ الحمد لله زينه. حلو التسوق والواحد يطلع بجائزه بعد على الدار مره واحده. اي صح. شو المميز في رمضان بالنسبه لك وشو الاشياء اللي تحبين تسوينها؟ والله انا هوايت الطبخ في رمضان. الطبخ. الطبخ اكيد، الطبخ دائما حلو ومميز وتفنن الواحد في رمضان. عاد يعني ابي له مزاج مثل ما نقول وصابر. لا متعودين. اجر كبير عليه ان شاء الله. الله يسلمك. اليوم عندنا مثل ما شفنا اربع صناديق باقيه. واحد وثلاثه واربعه وسته. النسبه الفوز بجائزه نقديه كبرت الحين على اعتبار بان جائزتين عينيه راحوا. اوكي. والجواز عشوائيه الموجوده بين عينيه وبين نقديه، لكن اول شيء خلينا نسالك السؤال. تفضل. ونشوف معلوماتك العامه عن البحرين. سؤال وايد كانوا يسالوني اياه في الجغرافيا واحنا صغار في المدرسه. أوكي. كم عدد جزر مملكه البحرين؟ تحتاجين خيارات؟ اي. خيارات يقول لك 1500 جزيره. 20 جزيره. ولا 33 جزيره؟ كنا 33. 33؟ متاكده؟ 33. جوابك اخير، حتى اللي برا يقولون لي اي. حيوها تستاهل. طبعا الجواب الصحيح هو 33 جزيرة تشكل أرخبيل مملكة البحرين. الحين تقدرين تختارين بين الأرقام الأربعة الموجودة 1 3 4 6. 6. الرقم 6. خلنا نشوف الجائزة الموجودة في هذا الصندوق. عطيني المايك أول وتفضلي الظرف فتحي. خلنا نشوف الكاميرا معاك الجائزة اللي فزتي معاها اليوم. جائزة نقدية مقدمة من طيف الإمارات، ألف مبروك، حسبيها. خلنا نتأكد. لأن الجواز قيمته تتغير كل يوم، فإحنا عشان نعرف والجمهور يعرف كم الجائزة النقدية، 300 دينار عليك بألف عافية، ألف مبروك. ألف مبروك طبعاً لفايزتنا الثالثة معانا اليوم، لا زال عندنا رقم واحد، وفايز أخير في حلقة اليوم راح نشوف من سعيد الحظ اللي راح يكون هو الفايز الرابع في حلقة اليوم. خلنا ننتقل إلى السحب الحين ونشوف الرقم الأخير اللي راح يكون معانا. هذا هو الرقم 378. 378. 378 موجود. تفضلي. عنصر نسائي حاضر بقوة اليوم معانا في الحلقة. حياش تفضلي معانا. الرقم نذكر فيه مرة ثانية نتأكد 378. لحظة رقم عند الأهل. وين الرقم الثاني؟ يلا 378 تأكد. أي 378. تتأكد من الرقم هذا هو. حياك تفضلي. خلي المايك معاك أول شيء. كل عام وانت بخير، مبارك عليك الشهر. صحة وسلامة. شلون أجواء رمضان معك؟ حلوة ما شاء الله. أهم شيء إن الكورونا الحمد لله. الحمد لله طيبة. ردت اليمعات، ردت الغبقات. الحمد لله. وحشتنا هالأجواء سنتين ما شفناها. الحمد لله. حتى الجو اعتدل يمكن سهل الصيام علينا. بفضل رب العالمين. إي والله الحمد لله. الحمد لله. شنو الأشياء المميزة عندك في رمضان؟ والله في شيء عندك يعني يرتبط برمضان؟ اي اهم شيء يعني لمه الاهل وزيارات الاهل يعني والثريد والجيمات اي لازم اكل وطبخ كل شيء عليك بالف عافيه يعطيك العافيه. طبعا مثل ما ذكرنا عندنا سؤال بعد تختارين من الارقام الموجوده ونشوف جائزتك هل تكون عينيه ام نقديه ان شاء الله. سؤالك يقول في اي عام تم تشييد باب البحرين؟ باب البحرين الكل يعرفه لكن خلينا نسال خلينا نقول لك اختيارات عشان نعرف في اي عام تم تشييده. هل في عام 1850؟ اوكي. هل في عام 1949؟ انزين. ولا عام 1985؟ ما ادري. 1800 وايد بعيد لنا. اي 1980 تو يعني 85؟ اي تقريبا شيء 1000. يعني كم عمره؟ 1949؟ لا اللي في النص. اللي في النص؟ يعني ايه. 1949؟ 80. قولي 1949؟ 40. ألف مبروك حيوها. الله يحييك. ألف مبروك فزتي معنا بالجائزة، لكن خلنا نشوف شنو هي الجائزة الموجودة داخل الله. الصندوق على اختيارك من الأرقام المتواجدة 1 و3 و4. 4. اختارين رقم 4. خلنا نشوف الجائزة الموجودة في رقم 4. تفضلي خذي الظرف أجرب. عطيني المايك عنك وفتحي الجائزة. خلنا نشوف جائزتك نقدية أم عينية. روي الكاميرا.
جائزة نقدية كذلك، ألف مبروك. نحس بيها، خلنا نطالع 300 نفس اللي قبل ولا أكثر؟ ضاعت الحسبة؟ كم وصلنا؟ 250. ألف مبروك عليك، بألف عافية. شكراً لأشعة تواجدت معنا، يعطيك العافية، يعطيك العافية. إذن نشكر جميع المشاركين معنا والمساهمين في هذا البرنامج، ونبارك لجميع الفائزين معنا في حلقة اليوم. اللي ما حالف الحظ راح نكون موجودين لنهاية رمضان إن شاء الله. إذا ما حالفك الحظ اليوم، بكرة إن شاء الله يطلع رقمك. خلونا الحين ننتقل شوي إلى دلال العلوي، أو قبل أن نروح لدلال العلوي خلنا نتكلم شوي عن المسابقات الموجودة من مجمع الأبنيوز. مسابقة مميزة هي مسابقة الزي الشعبي المقدمة من محلات ريفا ومجمع الأبنيوز. بسيطة جدا، كل اللي عليكم تسوونه تصورون أمام القبة الموجودة بالخلف، تنشرون الصورة في إنستغرام، تسوون تاج لمجمع الأبنيوز على الإنستغرام، وتدخلون تلقائيا في السحب. راح تحصلون فرصة للفوز بجوائز نقدية قيمتها 1000 دينار بحريني، 250 دينار لكل فئة، لأجمل زي لرجل ولامرأة ولطفل صبي وبنت مثل ما نقول. الجوائز راح تبدأ السحب عليها من بعد تاريخ 25 رمضان، جوائز قيمة بانتظار الفائزين سواء في الاستديو وأيضا في المسابقات الخاصة باللجنة البحرينية لرياضة الموروث الشعبي وأيضا بمسابقة الزي الشعبي. خلنا نروح الحين لدلال علوي نشوف شنو عندها. شكرا لك زميلي محمد، ونحب نبارك لكل الفايزين اللي كانوا معنا اليوم. مشاهدينا، انا رجعت مره ثانيه لمنطقه اللي قاعدين يلعبون فيها اللودو والشطرنج. طبعا انا اليوم معي هذه المتسابقين، وانا قاعده اشوفهم يلعبون صراحه واجواءهم حماسيه وهم يتحدون بعض. لكن باخذ لكم واحد من المتسابقين وراح ندردش وياه. مساء الخير. هلا مرحبا، مساء النور اختي، حيا الله. انا شايفتك وايد يعني قاعد تلعب بحماس، شنو اساسيات اللعبه؟ والله اساسيات اللعبه لازم يعني تحرق كرت عشان تدخل بيتك وعشان تاخذ دوره وتدخل البيت، فاذا ما حرقنا احد يعني لا ما ندخل بيتنا. هذه اللعبه. شنو اللي خلاك تشارك في اللعبه؟ هل لان الجوائز يعني مبالغها كبيره، ولا لان انت حاب ان انت تنمي قدراتك اكثر؟ والله انا اول شيء حاب اللعبه يعني قبل المبالغ او شيء، لان حابين اللعبه وحبينا نشارك فيها، وان شاء الله عاد نكسب المبالغ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ونتمنى لك طبعا كل التوفيق. مشاهدينا، عندنا المتسابق الثاني ايضا راح ندردش معه شويه ونقول لك مساء الخير. مساء النور يا هلا. شو اخبارك ويا اللعب مع الربع؟ والله الحمد لله تمام. اللعبه هذه يعني احنا الحمد لله نلعبها تقريبا بشكل يومي، فاشتركنا احنا على اساس ان احنا حابين هاللعبه هذه، ومن ضمنها قلنا عشان الجوائز بعد. صحيح. يعني اغرتك الجوائز؟ والله الاثنين، الجواز واللعبه. اللعبة احنا حابينها تقريبا بشكل يومي نلعبها. انا ابي اعرف شنو نقاط الضعف والقوة في هذه اللعبة؟ والله هي اللعبة تعتمد يعني على النار هنا، تشوفها يعني في كبداية قوانين اللعبة لازم اعايب 6 على اساس ان انا اطلع من السجن. والقوانين عندي هنا لازم اكون ان انا اطق شخص واحد على اساس ان انا اقدر اصعد عند بيتي. فاذا انا ما طقيت ما راح اقدر اصعد، فلازم انا هنا اركز على الخصم ان انا قد ما اقدر ما اخليه يصعد عند البيت يخلصهم كلهم. فيكون انا مع تيمي احنا نخطط شلون ان الخصم ما يدخل قبلنا، فاحنا نحاول نخلص قبلهم، فاذا خلصنا قبلهم فايزين يعني. يعطيك العافيه، ونتمنى لك كل التوفيق والفوز ان شاء الله يا رب. يستاهلون ربعنا بعد السعوديه إذا فوزوا، ولا احنا فزنا يعني كنا واحد ان شاء الله. كلكم تستاهلون ان شاء الله وتفوزون معانا. مشاهدينا، يعني كانوا معانا المتسابقين في لعبة اللودو، واهم شيء لما الواحد يلعب لعبة يكون يعني ملم فيها، عارف اساسياتها وعارف كل شيء فيها. طبعا انا اتمنى لهم كل التوفيق، واتمنى للجميع كل التوفيق، ونتمنى انكم تكونون معانا هنا موجودين في الأفنيوز البوابة رقم 1. وسلمك يا محمد عبد الغفار، تفضل. شكرا لك دلال علوي، يعطيك العافيه، ونتمنى الفوز لجميع المشاركين معنا في المنافسات المنظمه من قبل اللجنه البحرينيه لرياضات الموروث الشعبي.
مشاهدينا قبل الختام حابين نشكر مجمع الأفنيوز وشركة فعاليات المنتج المنفذ لهذا العمل وطيف الإمارات المقدم للجوائز النقدية، وأيضا حابين نشكر محل ريفا على تقديمهم جائزة مسابقة الأفنيوز للزي الشعبي وهي عبارة عن 1000 دينار بحريني مثل ما ذكرنا قبل قليل، وأيضا حابين نشكر هيئة البحرين للسياحة والمعارض. أما الجوائز العينية فمقدمة من هذه المحلات: هيلتون غاردن إن بحرين بي، بليز برجر أو عفوا بليز بيتزا، أنجلينا كافي، تي كلاب، أصغر علي، ناتشرال بلندز، بيرفوميستا العود، هاوس بوت، ماجيك بلانت، جنيد، جواليريوم، مينيسو، سينابون، ساما مارت، باتشي كافي، فايف جايز، ميلانو، علوي جولري، لومي، واي اس ال، رمسات، يتيم أوبتيكن، وكذلك ذا بادي شوب، لوكسيتان. وبشذي مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من برنامج المسابقات الرمضانية معتنا في الأفنيوز. يجدد لقاءنا معاكم بكرة في نفس الموعد. تصبحون على خير وفي أمان الله.